بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنه لا يخفى على ذي لب وقلب ما أصاب أمة الإسلام من فتن ومحن وبلايا ورزايا وذلك مصداقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة ويقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر رواه مسلم عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الداء والدواء فالداء هو الفتن الكثيرة المتوالية المتزايدة في الشدة بحيث أن التي تأتي بعد تجعل ما قبلها رقيقة وحتى يظن المؤمن أنها مهلكته وهكذا واقع المسلمين الآن مليء بالفتن المتنوعة المتتالية المتزايدة ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدواء بثلاثة أمور هي أصول عظيمة الأصل الأول الاستعداد ليوم الحساب وذلك بالإيمان بالله واليوم الآخر يؤمن بالله ربا وإلها واحدا لا شريك له ويؤمن بأنه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه سبحانه لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وأنه سبحانه لا يتحرك شيء في هذا الكون ولا يسكن إلا بعلمه وإذنه ومشيئته وأنه سبحانه لو شاء لهدى الناس جميعا ولكن اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن تكون هذه الدنيا دار ابتلاء قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا
وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ويؤمن باليوم الآخر كما قال تعالى: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. وقال تعالى: وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. وقال تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. ففي هذا اليوم يفصل الله بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون، ويهون على المؤمن ما لقيه من أذى في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويؤتى بأشد المؤمنين ضرا وبلاء، فيقال: اغمسوه غمسة في الجنة، فيغمس فيها غمسة، فيقال له: أي فلان، هل أصابك ضر قط أو بلاء؟ ويقول: ما أصابني قط ضر ولا بلاء. ورواه ابن ماجه عن أنس وصححه الألباني. الأصل الثاني: أداء حقوق الناس على اختلاف أجناسهم، فتعاملهم بمثل ما تحب أن يعاملوك به، فإنه الفتنة بالناس عظيمة، ولا مخرج منها إلا بذلك. وقد أمر الله بالإحسان إلى الناس، فكيف بأداء حقوقهم؟ قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وقال سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. رواه مسلم. ومعناه: إن الله كتب الإحسان على كل أحد في كل شيء. ومن أعظم ما تدفع به فتنة الناس الدفع بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وقال سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا أبلغ من حال نبينا صلى الله عليه وسلم في الإحسان إلى الناس ولو أساءوا إليه. الأصل الثالث: السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف وجمع الكلمة عليه والإخلاص له، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: فأعطاه صفة يده وثمرة قلبه. وقوله ثمرة قلبه إشارة إلى صدق بيعته وسلامة نيته، وليس فقط صفة يده، بل ويكون صادقا في ذلك غير غاش ولا مخادع، وذلك مهما كان حال السلطان ما لم يكفر، ومهما كان حال المطيع له في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة عليه أي استئثار بالمال. وهذا أصل مجمع عليه بدلالة الكتاب والسنة، وما ضيعه قوم من المسلمين إلا ضاعوا وانفرط عبدهم في أمور دينهم ودنياهم، وذاقوا الأمرين، بحيث أنهم يتمنون ليلة واحدة بسلطان، ويوقنون أنها خير من ألف ليلة بلا سلطان. وفي المقابل ما من طائفة التزمت هذا الأصل إلا سعدوا في دنياهم واستقام لهم دينهم. ومثل هذه الأصول الثلاثة جاءت في الحديث الوصية، حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذربت منها العيون، وقلنا: كأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حديث صحيح صححه الحافظ قديما وحديثا. وقد اشتمل على ثلاثة أصول أيضا، أولها تقوى الله، وذلك بالإيمان بالله واليوم الآخر، وثانيها السمع والطاعة،
وهذا أصل الجماعة، وثالث اتباع الرسول والتمسك بسنته وسنة صحابته الكرام. وهذه الأصول هي الدواء من داء الاختلاف والانحراف العلمي والعملي. ومثل هذه الأصول وغيرها هي أصول الدعوة إلى الله تعالى، وهي السبيل الوحيد لإصلاح المجتمعات، وهي السبيل إلى تحقيق الوسطية التي تميزت بها هذه الأمة بشرط أن يكونوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ومن الفئات المهمة التي تطلع بهذا الدور العظيم والمسؤولية الكبيرة أئمة المساجد، إذ يجتمعون بالناس في اليوم 5 مرات، يصلون لهم ويوجهونهم ويعلمونهم ويخطبون فيهم الجمعات ويصلحون بينهم عند النزاع والخلافات ويفتونهم في مختلف المسائل والنوازل. فهنيئا لهم إن شاء الله بأجور عظيمة إذا اتقوا الله واستقاموا. قال حذيفة رضي الله عنه: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. رواه البخاري. قال حذيفة رضي الله عنه: اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وإذا كانت هذه منزلة الأئمة فالواجب احترامهم وتعظيمهم، لأنهم يحملون كتاب الله ويحملون من العلم المورود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. رواه أحمد وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي شيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. رواه أبو داود وحسنه الألباني. هذا ومن أعظم الأدوار المنوطة بالأئمة تنمية البشر، وذلك بتعبيدهم لله عز وجل وحده، وتحذيرهم من أن يكونوا عبيدا للدنيا في زمن طغت فيه المادة. وإذا كان الناس يستثمرون بالتجارات والصناعات والزراعات، فإن أعظم استثمار هو الاستثمار البشري بهداية الناس إلى الصراط المستقيم. ومن أدوار الأئمة أيضا بذل السلام للعالم، كما قال عمار رضي الله عنه: 3 من جمعون فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقدار، وبذل السلام للعالم. رواه البخاري. ودعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة ومجادلة بالتي هي أحسن. فإننا في زمان يحتاج من الدعاة الرفق والحلم وحسن العرض لدين الإسلام وبيان محاسنه ليدخل الناس فيه ويزداد أهله تمسكا به. وهذا الدور الحمد لله تقوم به هذه الجمعية المباركة، جمعية أهل الحديث بالهند، وذلك بالتعاون مع جمعية دار البر بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ودورها في فعل الخير ونشر وسطية هذا الدين العظيم بعيدا عن غلو الغالين وتحريف المبطلين. بارك الله لي فيكم ونفع بكم وأرشد الله ولاة أمورنا ووفقهم وسددهم بما فيه صلاحنا وسعادتنا في دنيانا وآخرانا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أم سلا أردو بات جانتے كم كم بہت شکر ہے جمعية أهل حديث یہ دعوت میں ہم بہت خوش ہیں دبئی سے آیا ادھر یہ خطاب اور آپ کو دل کو یہ بہت ہم خوش ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ سب کو اجر دے یہ حضور وہ ہم بہت خوش ہیں الحمد للہ کہ ہم اہل حدیث یہ عالم کا ساتھ اجتماع ہوگا اور ہم محبت یہ لوگ کا اور یہ اہل حدیث کا سلفی کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشارت کہ اہل حدیث ان شاء اللہ ہم اہل النجات ان شاء اللہ تعالی اور ایک شعر ہم جانتا ہے یہ محبت سے محبت اہل الحدیث السلفی وہ تو محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں چاندنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں تو انشاءاللہ اہل الحدیث
یہ پورا انشاءاللہ چاند ہے اور نور ہے انشاءاللہ اسلام کا اندر. جزاکم اللہ خیر.